ننتقل على التحدي التاني في سهرتنا وهو تحدي الدقة. كل لعيب هيكون عنده 4 تسديدات على لوحة الأرقام أو الدارتس العملاقة. النقطة تتحسب بنفس قوانين لعبة الدارتس، النقط مضاعفة في الخانات الخارجية وتضرب في 3 في الخانات الداخلية. 25 نقطة في الدائرة الكبيرة و50 نقطة في الدائرة الصغيرة. النتيجة تتحسب بمجموع كل نقط الفريق. التحدي هاخده في البداية الفريق الأزرق. جاهزين يا شباب؟ الكرة في ملعبكم. التحدي الثاني ينطلق في هذه الأثناء، وهنا الدقة في التصويب مطلوبة، وهنا هدامه بيسدد و17 نقطة من خلال التسديدة الأولى. التسديدة الثانية 7 نقاط. الثالثة 8 نقاط. يا سلام. وهنا التسديدة الأخيرة 11 نقطة، ونوعا ما كان اللاعب جيد من خلال هذا التحدي. ولدينا المشترك الثاني مصطفى من سوريا، هو اللاعب الذي يتجه لخوض هذا التحدي، والظاهرة رونالدو يتابع اللاعبين، ومصطفى راح يسدد. مصطفى بيسدد، سلام على كرة جميلة. 25 نقطة وضعها في المكان السليم، لكن هذه الكرة كانت ضعيفة. لا don't go there now. ولدينا الكرة الثالثة، مصطفى بيسدد أيضا، يحصل على 19 نقطة. ويا سلام على أداء مصطفى من خلال هذا التحدي. الكرة الآن 19 نقطة. الكرة الرابعة كانت 19 نقطة. وبما أن حكمة يغيب عن البرنامج بسبب الإصابة، اللاعب هدامه مع مصطفى، كل لاعب راح يسدد كورتين. اللاعب هدامه يتقدم، والتسديدة جميلة ورائعة حقيقة. الكرة كانت في مكان سليم، والدقة في التصويب. آخر كرة لهدامه، يو سلام على كرة جميلة. That's triple, yeah. لدينا اللاعب مصطفى، هو اللي راح يسدد هذه التسديدة. مصطفى سدد، وبالتالي سيحصل على 7 نقاط الأخيرة لمصطفى، يحصل على 6 نقاط فقط وينتهي هذا التحدي. ودلوقتي جه دور الفريق الأصفر. لدينا الفريق الأصفر الآن، وحميد من الإمارات التسديدة الأولى 17 نقطة، يحصل على 17 نقطة، والدقة مطلوبة يا حميد. وهنا راح يسدد التسديدة الثانية، تأتي و8 نقاط. حميد الكرة الثالثة بيسدد أيضا 17 نقطة. حتى الآن التسديدات متواضعة، ربما الأخيرة حميد. يا الله، 48 نقطة من خلال هذه التسديدة، كانت جيدة ورائعة من اللاعب حميد. وبالتالي الآن لدينا اللاعب مناف، من سيخوض هذا التحدي من السعودية، التحدي الذي يحتاج إلى الدقة في التصويب. والظاهرة رونالدو يتابع المشتركين، والتحديات على أشدها، والتسديدة تأتي. 8 نقاط من خلال التسديدة الأولى والتسديدة الثانية، ومناف مركز، ومرف بيجرب. 7 نقاط تأتي من خلال التسديدة الثانية. الثالثة يا مناف، التركيز مطلوب يا مناف، الدقة مطلوبة يا مناف. وهنا 12 نقطة. يا سلام يا سلام، هذه أجمل كرة للاعب مناف من خلال الكرة المار. هنا الكرة الأخيرة، مناف بيصوب، يحصل على 16 نقطة. وبالتالي لدينا الآن اللاعب سكتيوي من المغرب، سيخوض هذا التحدي. آخر المشتركين سكتيو بيسدد. يا الله يا الله، هو أفضل من سدد، سكتيوي في المرة الثانية 17 نقطة. لكن تسديد الأولى محكمة، تسديد الثالثة يحصل على 19 نقطة. الكرة الأخيرة لسكتيوي، والتسديدة الأخيرة كانت 12 نقطة لله. برافو برافو سكتيوي، نجح في هذا التحدي. نتيجة التحدي الثاني هي 212 نقطة للفريق الأصفر مقابل 174 للفريق الأزرق. ألف مبروك الفريق الأصفر. لجنة التحكيم، إيه رأيكم في التحدي؟ في البداية مبروك للأصفر، ومبروك لحميد بالتحديد، وجيم ممتع بكل ما فيه، ممتع، يبغى له دقة عالية جدا. ألف مبروك للأصفر.
I want to congratulate both teams because it's difficult to find the biggest and the highest numbers. So I congratulate the blue team because you take a lot of more risk and try to reach the highest number, but you lose. So congratulations, yellow team and blue team as well, but yellow team was the best.